مربى التوت الأحمر كيتو دايت بعشر دقائق بس بنكهة ولا أطيب من هيك، جديدة تماما، جربوها وصحتين وألف هنا. عندي همبيغن التوت الأحمر، سكر إريثريتول حسب الرغبة، أنا راح أحط ربع كوب وأخلطهم مع بعض. هلأ أشغل على نار متوسطة وأستنى لحتى يغلو تقريبا بدهم شيء 7-8 دقائق. بالمناسبة تقدروا تستخدموا الطازج الفريش وتقدروا تستخدموا المبرد المثلج. هذا تقريبا بعد 10 دقائق هيك صار، أحط عليه شوية ليمون، عصير ليمون، وأحط عليه شوية فانيليا، أخليه دقيقتين وخالص وصحتين وألف هنا.